بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أخلقت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وحديناه النجدين فلاقتحم الأقبة وما أدراك ما الأقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك هم أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم.